يسوع يشهد أن لا إله إلا الله، وبالتالي هو مجرد إنسان. ده اللي أنا قريته بنفسي واللي واحد كاتبه، ويقول لو بصيتوا معانا بحسب نص كلام يسوع في إنجيل يوحنا أصحاح 17، لما المسيح بيقول الكلمات دي في آية 3، وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. فلما يقول أنت الإله الحقيقي وحدك، أي لا إله إلا الله، مفيش إله تاني غيرك أنت، يبقى إذن هو مجرد إنسان. أقول لصديقي اللي بيقول الهجوم ده، يا صديقي لو قريت النص كله، أول حاجة هتبص كده من أول آية، تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الآب قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. اسمع معايا الكلمات اللي جاية، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد. ده مين اللي يمتلك سلطان على كل جسد إلا أن هو الله؟ هو الله. كمل ويقول ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. حد يقدر يدي حياة أبدية؟ في إنسان عادي يقدر يدي حياة أبدية؟ ده نفس النص بيشهد إن هو الله لما يقول له أنت الإله الحقيقي وحدك. مش معناها إن أنت الإله بس ومفيش إله تانية، أبدا. ده هنا المسيح كان بيميز بين الله الحي الحقيقي وبين الآلهة الأصنام، الآلهة الأوثان. بدليل مثلا في الوصايا العشر يقول الرب لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. أهو في آلهة أخرى؟ الناس عملت أصنام وسمتها آلهة، فبيقول له لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. في المزامير يقول كل آلهة الشعوب أصنام وسموها آلهة. فلما يقول له أنت الإله الحقيقي وحدك، بيميز بينه إن الله الحي الحقيقي وبين الأصنام، مفيش غيره إله واحد حي حقيقي. في نفس الوقت لما تبص في نفس إنجيل يوحنا قبلها بأصحاحين وبعدها بأصحاح، تلاقي مرتين ثلاثة الرب يسوع يؤكد أنا والآب واحد، أنا في الآب والآب فيا، من رآني فقد رأى الآب. لما يقول أنا والآب واحد، أنا في الآب والآب فيا، لما يقول له أنت الإله الحقيقي وحدك، يبقى يقصد الآب بس ولا الآب والابن، ولا يقصد الثالوث الأقدس كله؟ أنت الإله الحقيقي وحدك. هو يقول كلمة وحدك لا تنطبق فقط يعني الآب بس، بيتكلم عن الله الواحد المثلث الأقانيم. بل عايز أقول لك مثلا إن كلمة وحدك ليس المقصود بها فقط إني الآب فقط. لما نقول مثلا، يقول في الرسول بولس في تيموثاوس الأولى 6:16 يقول كده الذي وحده له عدم الموت. لما يقول وحده له عدم الموت، يقصد الآب بس ولا يقصد الله المثلث الأقانيم؟ لأن الابن هو الحياة ومصدر الحياة، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. لما يقول مثلا وليس بأحد غيره الخلاص، يقصد الابن بس ولا الابن والآب؟ أنا بقول تاني، وإن كان هنا قال عن الآب إن هو الإله الحقيقي وحده، فنقرأ في رسالة يوحنا إن الابن هو الإله الحقيقي وحده. افتح معايا من فضلك يوحنا الأولى 5:20 يقول كده ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. لما يقول هذا هو الإله الحق، أي إله الحقيقي والحياة الأبدية، أقول مرة تانية إن لما يقول له أنت الإله الحقيقي، بيميز بينه وبين الأصنام، بين الآلهة الأخرى. لما يقول له أنت الإله الحقيقي وحدك، ما يقصدش الآب بس لكن يقصد الثالوث. في نفس النص بيتكلم عن الابن إن ليه سلطان على كل جسد، وهو الذي يعطي الحياة الأبدية. يسوع
هو الإله الحق، الله المثلث الأقانيم هو الإله الحق، والرب معك.